مو كأنك صايرة رومانسية اليوم؟ شو أعمل؟ من الصبح هيك مزاجي مو حلو؟ شو اللي عم تعمليه؟ انت كيف بتسمحي لحالك تحكي لك شي وتحلي محل اختك سوارة؟ ستي ستي، يعني انا واقفة جنبها وسمعاني كل شي عم تحكي؟ نحن عم نمزح مو اكتر. شو هالمزح التقيل منك إلها؟ كأنه ما بتعرفوا شو تعذبنا لصار هالعرس. بتعرفوا هيك مزحة شو بتعمل؟ هيك غلطة بتفركش كل شي يا شاطرة. بعدين مو انتي وعدتيني انه ما تعملي شي مو منيح بالمرة؟ تصيري أكابرية ومحترمة؟ ولا نسيتي وعدك إلي؟ من هلأ ورايح لازم تنتبهي على تصرفاتك بلا ما يصير شي يخرب هالعرس وتتلخبط الدنيا كلها أكتر ما أنا ملخبطة. ستي أنا مو نسيانة شو وعدتك وشو حكينا، بس القصة أنه بس ما بدي اسمع ولا حرف بهالموضوع. اسمعوني منيح، ما بدي اشوف حركات مولدنة منكن، فهمانين؟ وانتي مشي معي لشوف. شو هالسخافة تبعك؟ مو على اساس قبلتي الوضع وشلتي لك شي من راسك؟ ايه ستي انا ما افكر فيه، واكيد ما رح كون حاطته ببالي، وهو صار هلا خطيب اختي الوحيده لاني مربايه منيح، وكل شي سمعتيه كان مزح وتمثيل مو اكتر. تيتا صدقيني ما عندي اي شعور تجاهه ولا حتى عم فكر فيه، هو خلص مو نصيبي وانا فهمت هالشي. ستي اوعى تفكري اني ممكن اسرق سعادة حدا، حتى ولو كانت سعادتي كلها مرتبطة فيه. أنا آسفة كتير يا روحي، بس أنا كنت خايفة إنه يكون في شي غلط عم بصير. بعدين أنا بدي إياكي إنه تنسي على الأخير وتشوفي حياتك وتبلشي بشي جديد. خاف عليكي وما بدي أي شيء يأثر عليكي ويخليكي توقفي وتسكري قلبك، لأنه وقتها بتكوني عم تظلمي حالك كتير. ستي اطمني ولا تاكلي هم، أنا صرت بعرف حدودي منيح وبعرف بعرف كمان إني مرتاحة كتير هلأ، لأني قدرت أنسى. هذا لك شي عم يتصل؟ رح تخليني رد ولا لا؟ ألو راجيني، شو هالمزحة؟
كيف تمثلي انك سوارة؟ وفوقها انا عم احكي بشي خاص. ليش عملتي هيك؟ انا اسفة لك شي، بوعدك ما عيدا، صدقني ما رح ارجع عيدا. بس راجيني، اقل شي لازم تفهميني ليش عملتي هيك. اسفة، ما فيني اقول لك السبب اصلا. حتى لو قلت لك انا ليه هيك عملت، انا متاكده انك ما رح تصدقني. هي اعتذرت لك ما بكفي؟ طيب راجيني، بس قلي لي شو. الو، ليش سكرت بوشي هي؟ لا تعذب حالك لك شي، قلت لك ما رح تفهمني إذا قلت لك. بقى ليش عم تصر إني أحكي لك؟ ألو؟ ليش عم ترجع تفصل لي؟ في شي مو طبيعي عم يصير. وعديني بالأول ما تسكري بوشي. طيب بوعدك، أقل شي بدي إياه منك هو إني أعرف ليش هيك عملتي معي وبس. طيب بس هذا الحكي ما بينقال على التليفون، لهيك شو رأيك شوفك بكرة؟ طيب شكرا. راجيني فهميني لشوف. شوفي لك شي، أنا كنت مثلك بالأول، ماني فهمانة. راجيني طولي بالك شوي، تعي نقعد. يلا تفضلي، هدي حالك شوي هلا وفهميني. أنا ما عم أفهم إذا اللي عم بيصير مع سوارة عم بيصير عن جد ولا لا. شو يعني راجيني؟ يعني إذا هي عم تكذب. ليش شو يلي صار؟ لك شي، في شي ما بتعرفه، وهو إن وقت مبارح تركتهم على العشاء وطلعت لعندها لقيتها نايمة وكأنها أخذ دواء. شو؟ هلكت لقدرت خليها تصحصح، ووقت شافتني نفس الشي صار هالمرة. هداك الشاب فات وحط لي دواء بالمي، ما عم بقدر افهم لهيك عم يصير معي. في حدا حط لي دواء لأفقد الوعي. ومن وقتها وأنا عم فكر، إذا عن جد حدا فات على غرفتها فكيف رح يقدر يفوت والبيت معجوق وكلياتنا فيه؟ وإذا فعلا في حدا عمل هيك فأنا كنت معه وما شفت حدا قرب من أكله وشربه. بعدين ما فهمت ليه ما حاولت تنادي أو تصرخ لتلفت انتباهي إنه في شي عم بيصير عندها. فهمني، ليه ما عملت أي شي من هذا مع إنها بتعرف منيح إنه نحنا معه ومستحيل نتخلى عنه؟ لهلأ ما عم بقدر لاقي تفسير للشي اللي صار معه. أنا كتير خايفة لك شي، خايفة عليها وما بعرف شو بدي ساوي. المحقق بعت لي فيديوهات. شو؟ شوفي اختي، هاد بده لبكرة. أنا عندي شغل على هذا الموبايل ولازم صلحه بسرعة، إذا بتريد ما بيصير شوف لي هلا. الفكرة إنه المصلح مو هون اليوم، راحت لبكرة، فخليه هون وبشوفه وتعي بكرة. بس أنا بكرة ما فيني إجي. ابعتي لي حدا من طرفك بعطيه. ما بدي حدا يجي ياخده. طب ماشي، هلا رح خليه عندك وبكرة بيجي وباخده. ماشي؟ ايه تكرمي. في وصل؟ أكيد. تفضلي.
شكرا. اسمع، تذكر انه ما بيصير تعطي الموبايل لاي حدا غيري، تمام؟ ايه فهمت عليكي. شو فيه هالفيديو؟ هذا الفيديو تبع الحفلة يلي حضرتها سوارة. وليش بعت لك يا؟ هالشي بيأكد إنه سوارة راحت بنفسها لهنيك، وهي طلبت المشروب، وهي اللي حطت الدواء فيه. وهي واحد من قلب الأوتيل. لكشي، شو كل هذا؟ أنا ما عم صدق. لكشي، أكيد في شي غريب عم بيصير، وبكرة أنتوا رح تلبسوا المحابس. ما بسيطة، ما صار شيء. أنا آسفة. تشوتو تشوتو، ليك حط هالورد على الطاولة وزبط الأدوية وهيك شغلك بيكون خلص. حاضر. يلا عجل بسرعة، ما ضل وقت معنا. شو ماما؟ ايه هلا كل هاد انتي عملتي، قديشك مزوقة. الديكور كتير حلو. شكرا. يلا بنتي حاج لعي هلا بلا طعم، امسكي خدي هدول وروحي لعند تشوتو اسألي وين بده يحطهم. ماشي مدام، الأغطية كلها نحطت هني. منيح. طيب، يعني إذا حابة تتشاطري وتعملي شي منيح على القليل عملي صح، لأنه هدول ما بنحطوا بالنص هيك مثل عين الأعوار. هاي تشوتو، تعال لشوف، شيل هدول من النص فورا، والمراوح كمان حطها بكل الجهات مشان الضيوف ما يشربوا ويجيهم هوا أكتر. وإنتي كمان ما بتعرفي إنه الأغطية ما بنحطوا للأخير مشان ما يتوسخوا؟ بعدين طاولة الأكل ما بتنحط بالزاوية هديك، لازم تحطيها قريبة من كل الضيوف. حاضر ماما. وستي هاي، انتي ما فيكي عقل بنوب؟ العروس ما بتشتغل شي ابدا، بدي ضل اركض وراكن لعلمكن كل شي. ستي بتعرفي شغلة؟ انتي عندك خبرة كبيرة وبتعرفي تتصرفي بهيك امور، لهيك انا مطمنة لانك منتبهة على كل التفاصيل. اي حاجة عليك، كلمة تانية وشوفي شو راح يصير فيكي. انتي وعدتيني وما بصير تخلي بوعدك، شو ما صار قلتيلي رح تسمعي كلمتي، وانا عم قلك لا تشتغلي بعرسك. ايه مشان ما يتفركش العرس، وخاصة انه عريسي لقطة، ما هيك ستي؟ لك صحي، راجيني وين؟ راجيني. لك شي؟ متأكد انه بدك تشوف سوارة هلأ؟ ايه راجيني، طالعي على السطح وانا رح اسبق لهنيك. لكشي، انت بتعرف انه انا كمان فيني اسمعك. ايه راجيني، بس هالمره لازم حاكي سوارة. طيب يعني انت بدك تحكيها هلا لحتى تتركوا بعض؟ لا راجيني، لا تاكلي هم ابدا، انا مستحيل اترك سوارة لو شو ما صار. أنا بس بدي أفهم منها شو عم يصير، منشان ساعدها ووقف معها، ولأني مو حابب أبداً إنه يكون في أي شيء غامض بيني وبينها، لأنه وقت رح يصير في مشاكل نحن بغنى عنها، وأنا ما بدي علاقتي أنا وياها تتأثر بأي شيء.
لهيك هلا روحي نادي سوارة وأنا فوق. لاكشي اسمع شو، مستحيل سوارة تقدر تجي هلا لأنهم بيكونوا معجوقين بالعرس، بس إذا بدك هي المساء أكيد بتكون فضيت شوي وهيك بتحكوا على راحتكم. ماشي ماشي باي. سوارة ليكي لاكشي بده يشوفك وهو هلأ ناطرك على السطح. شو؟ لاكشي عم يستناني فوق؟ ايه يلا غسلي بسرعة يلا. لاكشي؟ ايه راجيني يلا طلعي بسرعة هو عم يستناكي. بعرف اني غلطت بحقك ولهيك انا اسف سامحيني. لاكشي طلع ما بحبك لك يا روحي لك يا روحي. ما فيني ارتبط فيكي ابدا ارتبط فيكي ابدا فيكي ابدا. أنا جاي هلا ومشرف إني أطلب من بنتكم سوارة لابني لاكشي. علاقتنا ما رح تكمل لأنه بالنهاية أنا رح أتركك لحالك وروح، لهيك أنا بعتذر منك بس هيك أحسن لإلنا. أنا آسف. راجيني أنت قلتي لي إنه لاكشي فوق، يعني راجيني وين صرتي؟ شوفي ولا شي سوارة، تذكرت كم قصة مو أكتر. غريبة الدنيا شو بتتغير. كيف؟ ولا شي. روحي هلأ لاكشي ناطرك. ايه رح روح، بس غريب شو اللي جابه بهالوقت. آسف لأني طلعتك بهذا الوقت، بس ضروري إني أحكي معك هلأ بكم قصة لأنه بكرة مراسم وتحضيرات عرسنا رح تصير وله... شبك راجيني؟ ليش لونك مخطوف مثل الليمونة؟ لاكشي ليش هيك عم تحاكيها؟ شو هالطريقة هي؟ أنا وياها رفقات. أي وإذا؟ يعني أنت لا تتدخلي وخليكي بحالك مو راجيني؟ أكيد، بس لاكشي ليك إذا حابب تضل على سوارة لازم تراعيني كتير بالحكي. ماشي؟ ليه بقى؟ لأنه لولاي أنتو ما كنتوا رح ترتبطوا بنوب. أوهو عم تهددي؟ لا عم بمزح معك. وهلأ خذوا راحتكم رح أنزل. فيك تفهمني هلأ ليش بعت وراي؟ سوارة انت منيحة؟ لاكشي معقول جاي لتسألني هالسؤال؟ كان فيك تطمن على الموبايل. سوارة سوارة ليش معصبة؟ ماني معصبة بس خايفة حدا يشوفنا. يلا قول. طيب ماشي، كنت بدي ورجيكي شغلة. هات لشوف. ستي طالعة لهون. ايه هاتي الموبايل. لاكشي شو بدك بالموبايل هلا؟ قلت لك ستي طالعة. يلا استعجلوا. ايه لاكشي يلا بسرعة قلي شوفي. سوارة لا تعلي صوتك، كل القصة
انه لاكشي كان عم يدق لك وما عم تردي. لاكشي، انا موبايلي بالتصليح هلا، وبتعرف في عليه تسجيل للشخص اللي عم يضايقني. تسجيل شو؟ يلا بقى لازم اعمل شيء وسكت سوارة فورا قبل ما تقول لاكشي عن التسجيل. ليك وقت اللي كنتوا عم تعملوا الخطبه عنا ماما طلعت لعندي وطالعت لي اكل. يا قدير شو لازم اعمل؟ وبعدها راجيني وقعت على الارض وصرخت، طلعت انا وماما لنشوفها. قام لما رجعت على غرفتي لكمل اكلي، وقت عرفت انه في حدا فايت على الغرفه. وقت اجيت اشرب عرفت من القنينه. ايه شو عرفتي؟ بدون قصد ايدي خبطت فيها. راجيني راجيني قليلي انت صار لك شي؟ مين في على السطح؟ ستي 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 طالعة لهون. لك شي روح بسرعة سوارة قبل ما توصل ستك لهون. نحن لازم ننزل يلا. بس راجيني أنا لسه ما خلصت حكي. لك شي قلت لك لا تجي، عجبك اللي صار؟ هلا بلا حكي امشي قبل ما تجي ستك. يلا يلا بسرعة بسرعة تعي يلا. انتو شو عم تعملوا بهالوقت المتأخر هون؟ ستي نحن بصراحة يعني ستي نحن لقلنا وما كان يجينا نوم، قام قلنا لحالنا انه نقوم ونتمشى يعني على السطح منشم هوا نظيف. وانتي بتعرفي انه بعد كم يوم سوارة رح تتركنا، وبس تروح ما عاد نقدر نشوفها مثل العالم، فقلنا لحالنا منقضي اكتر وقت سوا. طيب ماشي هلأ روحوا على النوم. سوارة بنتي بكرة مراسم العرس تبعك، روحي ارتاحي، ما لازم وشك يتعب لأنه إذا نمتي منيح اليوم بتفيقي وشك منور. يلا لشوف أنت وياها روحوا عالنوم. يلا مو شاطرين غير تقعدوا تسهروا بالليل. يلا عغرفتكن يلا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.